السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم نصحوا هذا الاكزام هذا نتاع ميكانيك دو بوا اس ا اس ام ا اس ام 2018 2019. المهم راه بحال الاس ام ا بحال الاس ام بي اس ام سي اس ام بي, يعني بحال الماط بحال الفيزيك راه كاملين بحال الشيمي, راه كيكونوا الاس ام بحال في الاكزام خصوصا في الميكانيك. دونك هذا هو التمرين الاكزامات, نلقاو في الديسكريبسيون. اول حاجه كما دائما كنصح بها بطري شارجيو باش تمشيو معايا خطوه خطوه, باش ما نبقاش نقلب مثلا الورقه نبقى نقول لكم سيروا رجعوا راه خدمنا هذه ولا درنا, يكون كلشي حتى نتوما قبلتكم وكتعرفوني شنو كناخذ من هذا الشيء. دونك هذا هو التمرين, ما غاديش نقراوه اختصارا على الوقت, غادي نوطيو غير لي زانفورماسيون مهمين. وبالنسبه لي ماتيغ الاخرين التيرموديناميك المواد كاملين بعدا اللي عندكم راه كاينين في لاشين ولا تلقاو في الديسكريبسيون, ولا ما لقيتوش شي حاجه كاينه في الديسكريبسيون دخلوا لاشين راه كاينه تما كاينتين. وبالنسبه للدرس كنصحكم تمشيو تشوفوه راه تلقاه في الديسكريبسيون, وباي بد اي حاجه كنقولها لكم راه كاينه في الديسكريبسيون, غير هبطوا تما كليكيو على الدرس اديكم ليه تفرجوا ليه باش يعني كنتي عارف الدرس راك مزيان, ما كنتيش عارفه وسير تعرفه باش ملي تجي لهنا ما تخربقش معايا, باش اللي درت شي حاجه كتعرفني علاش درتها ولا حطيت شي قاعده كتكون كاينه في الدرس ولا شي حاجه ما كتخربقش انت وكتكون جاي مبازي. دونك هذا هو التمرين, حنا غادي ناخذ غير لي زانفورماسيون المهمين, هادو هما لي غوبير اللي عطينا. دونك اول حاجه نقراو التمرين ونوطيو غير بالقلم كما كتشوفوا الحوايج اللي مزيانه يعني اللي كتحتاج. اول حاجه عطينك اغ ريفرنسيال, هاد ريفرنسيال ابسولي يعني واحد الغوبير ابسولي. دونك عندنا ار ان ابسولي هادي الاولى, وعندو يا واحد الباز اوغتونورمي ديريكت اي جيكا, دونك هذا هو الباز ديالو حتى هذا تابع لهذا. وعندك واحد تاجريكتي لي هوريزونتال تي تورنون اوتر دو لاكس فيرتيكال او زد, دونك كيدور على هاد او زد, دونك هادو ماشي مهم. المهم عندنا واحد كيضرب واحد الزاويه كونستانت تيتا بوين كتساوي اوميغا, دونك هادي راه امبورطون هادي مهمه. هذا بواحد البلون, دونك عندنا اغ ان غولاتيف حتى لهنا, هادي كامله مهمه, هاد الباز تابع لهادي وهاد البا هاد الغوبير غولاتيف. وعطينك هادي هادي ماسلوت ام دو ماس ان سو دي بلاصيف سون فروتمون سور لا تيج تي, دونك حتى هادي راه مهمة هما اصلا دايرين لك عليها خط احمر زعما مدورين عليها. وعندك هاد او ام كتساوي, وعندك واحد لا فورس اف هي عاطينك العبارة ديالها, واحد او دي كيساوي هاد او دي رجعتي الشكل راه هي هادي او دي كتساوي تي. وعندك هادي وهادي سون دي كونستانت بوزيتيف, واحد لي كونستانت بوزيتيف. دونك هادشي اللي كاين دوما اول حاجه خصنا نعرفوهم. دونك هذا هو الشكل اللي كاين. اول حاجه اتشودي سينيماتيك دون لا باز او ار او تيتا او كا كا, يعني ملي عطاك هاد لا باز هذا ترجع لهادشي اللي سطرت عليه, سطرت على هذا وهذا لما نتابع لغوبي غولاتيف. دونك كنخدمو في غولاتيف, قدر يكون عاطيك غولاتيف مثلا غادي نخدمو في واحد لاباز نتاع يقول لك نتاع عطاك نخدمو دو لاباز دو غوبي غولاتيف, ما يعطيكش هذا يقول لك غوبي غولاتيف وخليك نتاع راسك ترجع تاخذهم. المهم يعني باش ما اول سؤال كالكولي لي فيكتور فيتيس غولاتيف اي دونترينمون دو لا ماس ام اي دي دوي الفيكتور فيتيس ابسولي. اول حاجه نبداو في غولاتيف, دونك لا فيتيس واش يكتب ستيل في غولاتيف هي لا ديريفان تاع المسافه او ام بارابور ياش بارابور ار غولاتيف. وشنو هي ار غولاتيف؟ ترجع الشكل ترجع للتمرين غوبير غولاتيف لا ريفيرونسي ريفيرونسي غولاتيف هو R1 يعني بارابور R1 هاكا كنكتبو, ماشي تشدو تكتب هاد R على الله, كاين اللي كيقدر يحقق لك داك المصحيح ولا شي حاجة والربحة كتجي في البلاصة. المهم دونك OM عطينا هنا هي R تي, دونك هي لا دريفر نتا R E R دي دو تي بارابور ار ان. علاش تعطاوك هنا ار تي؟ كتبين لك بلي ان ار تي قابله للاشتقاق يعني متغيره, يعني ديرها للاشتقاق ماشي ما ديرهاش. دونك تجيك هي ار بوان في او ار بلس
لا ديريفال نتاع او اغ، وبما ان او اغ راها باز نتاع هذه راها زيرو. دونك هذه الاولى. دونك تشي كي ابليكي لي مباشره، ولا المهم دير انت اللي عجبك. في اغ بوان ام كيساوي اغ بوان او اغ. ثاني حاجه في دونترينمون، في اونترينمون بوان ام ايغال. دونك هذه عندها قاعده، شنو هي؟ كتقول لك في ابسولي نتاعاش نتاع او بارابور ا ار او ان او نتاع غوبي غولاتيف، كتكون هذه لا ديريفا نتاع الغوبي غولاتيف، المركز نتاع غوبي غولاتيف بارابور ا ار. وحنا عندنا هنا او او يا ديال اغ ان، يا ديال اغ ا، يا ديال الغولاتيف نتاع الابسولي. الابسولي عندنا المركز او نفس المركز. دونك هادي تكون في دو او، دونك بلس هادي القاعده مهمه، غادي نكتب القاعده كامله. بلس اغ ان بارابور ا ار برودوي فيكتوريال او ام. دونك هادي هي القاعده. وهناك خلاص كتكون ان نتاع غولاتيف او غولاتيف الام، ولكن حنا عندنا بحال او بحال بحال هاد اوات، يعني المركز تاع غولاتيف بحال بحال الابسولي. الوغ هادي هي القاعده. دونك لا ديريفاب نتاع هادي بارابور ا ار، بما ان هذا المركز نتاع هذا دونك هذا تمشي لزيرو، دونك لا ديريفاب هادي زيرو، يبقى لنا غير هذا. دونك هي هذا برودو فيكتوريال هذا، وهذا اش كيعطينا كيساوي اوميغا كا. هاهي اوميغا كا برودو فيكتوريال او ام، او ام يا ار او ار. وهادي دونك في دو او بوان ام تساوي اوميغا ار كاف او ار. كا او ار هي او تيتا، او تيتا. دونك هذا هو الثاني. قلنا اخر حاجه وهي في ابسولي، وهادي ساهله كنديرو غير لا سوم. دونك في ا بوان ام هي في او بلس في ار كتساوي ار دو بوان ار بوان او ار بلس اوميغا ار او تيتا. وتقدر هنا في عوض اوميغا تكتب تيتا بوان ديال اللي عطينك في الاخر. دونك هادي هي في ابسولي. دونك هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني شحال دونك؟ 7 دقائق حتى لدابا، يعني راح كنزربو. نديرو لاكسيل، قالك كالكولي لي فيكتور اكسيليراسيون دو كوريولي دونترينمون. دونك نبداو بكوريولي بوان ام. هادي عندها قاعدة، اش القاعدة؟ نكتبهم بحمر باش تقاد نوطيهم. دونك هادي قاعدة، هادي قاعدة، حتى هاد اللولة هادي قاعدة نتاع في. دونك هادي نكتبها بحمر، دونك هاكا سي باش تعقلوا عليها. دونك هي جوج ار ان بارابور ا ار برودوي فيكتوريال او ام في غولاتيف. دونك هادي هي. الو دابا نعوضو، جوج اوميغا كا برودوي فيكتوريال. دونك في دو ار، في دو ار حسبنا هي ار او ار. كما كتشوفوا دابا نديرو برودوي فيكتوري نتاع كا او ار. كا او ار او تيتا دونك تساوي جوج اوميغا ار بوان او تيتا. وهذه راه هي جوج تيتا بوان ار بوان او تيتا. تقدر في لاكسيليراسيون كوريولي نتاع بوان ام كادريوات هي. نزيدوها على الاخرين. ثاني حاجه عطينك لاكسيليراسيون اونترينمون، حتى هادي قاعده نكتبها بحمر. لاكسيليراسيون اونترينمون بوان ام هي لاكسيليراسيون ابسولي ديال او غولاتيف بارابور ا ار بلس لا ديريفا نتاع اوميغا ار ان بارابور ا ار كلشي بارابور ا ار دي دو تي برودوي فيكتوريال او ام او غولا او ام غولاتيف او غولاتيف بلس اوميغا اوميغا
او ام. دونك هكا كتكتب ديال القاعده هادي اد اوميغا راه هي هادي هي اللي نديرو لها الضغيفة. دونك هادي لقينا قبيله لا فيتيس ديالك كيساوي زيرو، دونك لا دريفاب ديال فيتيس هو زيرو، دونك هادي تكون زيرو. هذا راه اوميغا هادي كتساوي لنا اوميغا فكا، وهادي راه كونستانت اوميغا كتساوي تيتا. دونك راه متقدر دير لهم لا دريفاب، ملي كدريفاب لي تيتا بوان مكايناش شي حاجه سميتها تيتا دو بوان، صافي تجيك زيرو حيتاش كونستانت. ها هما فين كتبينها لك، هادو كونستانت. دونك بمعنى كونستانت اون كار او كان راه الباز نتاع اغ ان نتاع اغ ان لي هي كا، و تاع اغ اغ و اغ ان زوج كا راه باز ديالهم، وهادي كونستانت داك لا ريفاب ايكال زيرو. دونك هادي لا ريفاب ديالها كتساوي زيرو، هادي زيرو. و برودوي سكالير نتاع او ان زيرو، فهادشي راك هادي كامله تولي زيرو، هادي زيرو وهادي زيرو. تقدر تكتبهم هنا تعلل علاش. دونك حنا على الوقت يعني تكتب غير هذا كونستانت هادي، وهادي كتساوي زيرو وهادي كتساوي زيرو، وتجي تكتب هادي، ولكن حنا ما عندناش الوقت يعني ما فينا من هي اوميغا كا برودوي فيكتوريال اوميغا كا ار او ار اوميغا كا. دونك ها هي هادي لا صافي. دونك اوميغا كا او ار قبالو حنا كنشوفو هي طيطا، دونك ار او تيتا ك او تيتا. شنو هي ك برودويسكا ك او تيتا؟ دونك دابا راجع بالخلف، دونك هي موان او ار، هي موان او ار، وخلاص هادشي اللي في الوسط هو ار اوميغا كاري، وهادي هي موان ار تيتا بوان او كاري او ار. يعني بحال اللي عجبك تكتب بحال بحال. هادي نتا لاكسيلاسيون دونطخينمون. الوغ دابا غادي نمشيو لتاع لاكسيلاسيون غولاتيف. دونك لاكسيلاسيون غولاتيف ما عندهاش قاعدة، ماشي ما عندهاش قاعدة، دونك هي لا ديريفاب نتاع في غولاتيف بوان ام بارابور ا ار كتساوي هي ار دو بوان او ار. دونك هادي هي علاش، حيتاش في دو ار نكبر الشاشة شوية، حيتاش في ام دو ار يعني في غولاتيف كتساوي ار او ار، وكذلك كتزيد ديغيف هاديك ار غتعطيك هادشي دو بوان. بحال يعني هادي راه كتكتب على هاد الشكل لما كاي او كاري دي تي او كاري او ار، يعني لا ديريفاب بجوج المرات، هادي راه بحال هادي مكاينش فرق.